هنبتدي بالغنى. محبتك بالغنى بدأت امتى وازاي؟ وغنيتي وغنيتي بطريقة احترافية وكان بتجيلك ادوار غنائية ومكتمين على الموضوع ده. مين اللي مكتم؟ لا ابدا. ما انا يعني طبعا انا بحب الغنى من وانا صغيرة. انا عاشقة لأم كلثوم بس على كبر يعني، مش وانا طفل قوي يعني عشان ما نبقاش بنضحك على بعض. وانا صغيرة كنت بسمع اغاني بابا شارو، لكن لما يعني ابتديت اروح حفلات وكده، فكان اول مرة في حياتي ادخل فيها حفلة كانت انت عمري عند السيدة ام كلثوم. لقاء السحاب. بالظبط كده. فلما روحت الحفلة وانبهرت بالسيدة ام كلثوم، ابتديت اسمعها بقى من اول وجديد، من رق الحبيب بقى وجددت حبك ليه وهجرتك. سمعت القديم بتاع ام كلثوم فعشقت الغناء اكتر صراحة يعني. غير بقى ان انا في يوم من الايام جمعتني الصداقة مع عبد الحليم حافظ، فكنت بستمتع بالبروفات مش الحفلة، بروفات وازاي بيحس وازاي بيعيد وازاي بيقول لهم يا جماعة ما تخلي الموتيفة دي مش عارفة يلعبها الأورج مثلا او الكمان، يعني ازاي بتدخل في اللحن. ثم جاءت صداقتي لصديقنا المشترك العظيم الله يرحمه عمار الشريعي. بس فقعدت طريقة السمع للأغاني والموسيقى من أول وجديد، علمني يعني إزاي أسمع. أكيد مش صدفة أنه ناس تجمعك بيهم صداقات يبقوا يعني مبدعين غنائيين، لأنه لا مش شرط. أعتقد أنه في تلاقي يعني، أكيد في تلاقي له علاقة بمحبتك للموسيقى للغنى. طبعا ده كان لما بيتزنق في حاجة يقول لي خشي بقى قوليها وخلاص. يعني مثلا الراجل بتاع الأراجوز ما جاش مثلا في هو وهي بتاع عيد ميلاد سعيد يا نسمة. نسمة خشي بقى قوليها انت مثلا يعني. لا اوعي تقولي ان الأرجوز ده كان إيناس جوها. لا كان إيناس جوها. عيد ميلاد سعيد يا نسمة. عيد ميلاد سعيد. عيد ميلاد سعيد يا نسمة. تحية للأغنية الأرجوز. صفاء ابو السعود جميله. مره قالت انا بروح الحجز بتاع عمار قبلها بثلاث ساعات لحسن يجيب إيناس جوهر بدالي. طبعا بص انا كل الاسماء اللي بتقوليها دي من احب الاسماء لقلبي، كل التحيه والمحبه الكبيره جدا جدا والامتنان والعرفان بالجميل للرائعه صفاء ابو السعود. الحاجه الثانيه انه انت بتقلدي كويس قوي قوي يا مدام ايناس. الى حد. قولي لي مين اللي بتحبيهم وبتحبي تقلديهم. يعني مثلا زمان كنت بحب قوي طريقه صباح في الكلام. فكان في زمان الريكوردرات الكبيره دي، كنت اجيب الريكوردر واعمل مذيعه وانا لسه صغيره صغيره يعني. ايام عز وجمال طبعا الصبوح. طبعا فكنت اقول مثلا مستمعي الاعزاء مساء الخير، النهارده معانا نجمتنا شمس الشموس مش عارفه ايه الفنانه الكبيره صباح، اهلا بيك. اهلا
اهلا اهلا. مثلا طب وما طلعتيش ممثله ليه يا استاذه ايناس؟ ضليت طريقي الى المسرح. ما كانش من احلامك انك تبقي ممثله؟ لا. بس مثلتي؟ لا مثلت في الراديو كتير جدا طبعا. لا يعني اتطلبتي في مسرحيات؟ طبعا. استاذنا العظيم سمير العصفوري وحسن عبد السلام. حسن عبد السلام كان نفسه اعمل المتزوجون ايام هويدا في الاول خالص. وبعدين مشيت اعتذرت. يعني ما كانش ينفع بصراحه. كان انا ايامها كنت بقرا النشره وكنت لسه مذيعه. كان انا اي دور في المتزوجون؟ مرات جورج البيض. اللي عملته الفنانه الكبيره روية سعيد. روية سعيد الفنانه الكبيره. ده كان انا اصلا. يعني عملت بروفات؟ عملت بروفات بس لقيت روحي في وسط البروفا، انت عارفه الافيهات بتاعت الكوميديا بقى والحاجه، فابتدوا يقولوا حاجات ما يصحش مذيعه تقعد في قاعده زي دي، يعني نقعد فيها في التلفزيون. لكن فقلت لا من اولها كده. ما يعني مش هينفع. مش هينفع. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب راسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطا 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.